الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد العميد المحترم، السادة النواب العميد المحترمين، الأستاذ الكيم، أيها الطلبة، الحضور الكريم. أولا وقبل كل شيء أشكركم على حضوركم لهذا اللقاء التواصلي، وأعطي الكلمة مباشرة للسيد عميد الكلية فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اولا مرحبا بكم في هذا اللقاء لكي ندشن تدريس اللغه الكوريه بكليه الاداب والعلوم الانسانيه. وكما تعلمون ان هذا العمل قمنا به السنه الماضيه وكان عملا ناجحا فعلا، لانه هناك مجموعه من الطلبه الذين استفادوا من هذه اللغه. وكما تعلمون ان دراسه اللغه الان في الوقت المعاصر فهو اصبح من الضروريات واصبح من المستلزمات للولوج إلى سوق الشغل. وبالتالي فنحن نهدف من تثبيت اللغة الكورية هنا لكي نتطلع إلى ترسيخ مسلك في اللغة الكورية كما هو الشأن في كلية الآداب في الدار البيضاء وكذلك في مراكش. وطبعا أنه إذا كان الحضور قويا وإذا كانت الرغبة قوية من طرف الطلبة فهذا هو هدفنا. هدفنا وهو تنويع العرض اللغوي للطلبة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية. فالآن لنا تقريبا أربع لغات، هناك اللغة العربية بطبيعة الحال، ثم اللغة الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، والآن اللغة الكورية. وسنحاول في المستقبل أن نجلب مجموعة من اللغات الأخرى التي أصبحت ضرورية في التواصل العالمي كاللغة الصينية واللغة التركية. إذن مرحبا بكم ونشكر بهذه المناسبة أولا الأستاذة فاطمة الزهراء عبد اللهوي التي قامت بجهود كبير والتي ترعاها هذا التكوين بإحساسها، ماشي بعقلها ولكن بإحساسها، فهي التي بادرت منذ بداية دخول اللغة الكورية بكلية الآداب إلى رعاية هذه اللغة وكذلك رعاية الطلبة والتواصل مع الطلبة وأيضا تتبع هذه اللغة بالكلية وأيضا الحضور إلى الملتقيات التي تنظمها مجموعة كويكا. وبالمناسبة لقد استفادت يمكن طالبة أو طالبتين للسفر إلى كوريا، ولكن ربما أنه للأسف كان هناك بعض المشاكل التقنية التي أحرت دون سفرهم إلى كوريا. ونتمنى بطبيعة الحال من هذه المجموعة أن يكون هناك بعض المحظوظين أو بعض المحظوظات للسفر إلى كوريا وطبيعة الحال الاتصال مع العالم الآخر. كما يذكر الأستاذ عمر أن هناك منح تمنحها الحكومة الكورية إلى طلبة المغاربة والطلبة الذين يتقنون اللغة الكورية. بهذه المناسبة نرحب بالضيف الجديد والأستاذ الجديد الأستاذ كيم ديو نينغ يونغ يونغ، نرحب به بكناس وكذلك بكلية الآداب. فأهلا وسهلا به، ونتمنى أن يكون التواصل بينكم جيدا، ونتمنى أن يكون في نفس المرتبة التي كانت عليها الأستاذ بارك التي كانت أستاذ السنة الماضية. ويبدو من خلال اللقاء الأول مع الأستاذ على أنه يرغب في العمل ويرغب في إيصال هذه اللغة الكورية إلى الطلبة، وليس فقط اللغة ولكن ربما أنه ستكون هناك أنشطة متوازية في هذه اللغة. كما أشكر أيضا الأستاذ حسن ملوزي الذي هو مكلف بهذا التكوين، نائب العميد في الشؤون الطلابية الذي هو مكلف بهذا التكوين والذي أيضا يرعاه. فإذا كان لكم أي مشكل مع في اللغة الكورية فاتصلوا مع الأستاذ حسن المنزي والأستاذة فاطمة. إذا أترك الكلمة إلى الإخوة الزملاء الآخرين، وربما أعطي الكلمة للأستاذ عمر إيديل نائب العميد في الشؤون البحث العلمي ليقول كلمته ربما باللغة الفرنسية. Merci Monsieur le Doyen, bonjour tout le monde, bienvenue.
au nom de la faculté des lettres, on est très heureux aujourd'hui d'inaugurer le début de la saison académique 2018-2019, après avoir fait l'expérience l'année dernière, qui a été une expérience très réussie, comme on va le voir dans le document que va présenter Fatem Zahra, qui a été une année très fructueuse. Le nombre d'étudiants qui ont été inscrits l'année dernière est très important. Cette année, on compte encore augmenter le nombre. Et à cette occasion, je souhaite la bienvenue à votre professeur, M. Kim, qui, comme vous le voyez, c'est un jeune Coréen qui est venu volontaire au Maroc et qui travaille avec l'agence WICA, l'agence de coopération coréenne, avec qui nous souhaitons élaborer d'autres actions culturelles, aussi bien au niveau de l'ouverture sur la culture coréenne, développement des capacités en langue de nos étudiants, parce que, comme l'a dit M. Boyen, c'est cette ouverture sur les langues, et qui sont aujourd'hui des langues très demandées au niveau international, qui vous permettraient en tant qu'étudiant soit de développer vos savoirs au niveau académique, mais aussi d'acquérir des compétences qui vous permettraient, Inch'Allah, d'acquérir un emploi sur le marché du travail. Encore une fois, je souhaite à M. Kim la bienvenue. Je lui dis, dès le départ, bon courage. Avec des étudiants qui n'ont pas une différence d'âge assez importante, donc la communication serait plus facile. Mais sache aussi que tu es dans ton deuxième pays. Le Maroc est connu pour son hospitalité, mais il compte aussi sur vous pour développer plus de relations entre l'agence à laquelle vous appartenez, mais aussi avec l'ambassade coréenne en vue de faire des missions autres que l'enseignement. Merci pour votre attention. شكرا للسيد عمرو إيدين. أعطي الكلمة الآن للأستاذ كيم لكي يقدم نفسه ويعطي برنامج مختصر عن برنامجه الدراسي. أنياهاسيو يوروبون. Bonjour tout le monde, je m'appelle Doyoung Kim. Kim c'est mon prénom, mon nom de famille. Donc vous pouvez m'appeler Kim, Monsieur Kim, comme ça. Je suis le nouveau professeur de la langue coréenne de la faculté des lettres. Je suis au Maroc il y a 5 mois. Et je vais vous enseigner la langue coréenne. Je souhaite une bonne expérience avec vous, ainsi qu'un bon échange entre culturel et amical entre le Maroc et la Corée du Sud. Merci. شكراً أستاذ كيم. والآن أعطي الكلمة للسيد حسن المنوزي ليعطي كلمته. إذن ما عندي ما نضيف، نضيف ما هو الآتي. وأرحب بكم في السنة الجديدة في اللغة الكورية، وأرحب كذلك بالأستاذ كيم، وأتمنى له حظا موفقا في إطار الضوابط البيداغوجية والمؤسساتية التي تؤطر عملنا، وأتمنى أن انفتاحنا على اللغة الكورية كما قال السيد أمين أن يتعدى هذا المستوى ديال اللغة الكورية إلى اتفاقات وإلى معاهدات بين جامعة مولاي إسماعيل وكلية الآداب بالخصوص لكي تواصل كلية الآداب انفتاحها على العالم الخارجي. والشكر. ربما أنه أول دولة اللي هي في الشرق الأوسط، الشرق الأوسط الأدنى، اللي هي ما عندهاش معها الفيزا هي كوريا الجنوبية، سون فيزا. هذا هو الجديد، بالتالي أنهم أنتم محظوظين اللي تعلمتوا اللغة الكورية ومشيتوا كوريا بطبيعة الحال، راه ما كاينش فيزا بحال تركيا بحال كوريا. أشكر الجميع. الآن سأعطي العرض الذي قدمته بالرباط بمناسبة اليوم الدراسي الذي نظمه. إذن سأقدم العرض ابتداء من الثلاثاء 16 أكتوبر اليوم الذي هو اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الأستاذ أحمد المحمودي عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بكناس، الأستاذ حسن المنوزي نائب العميد المكلف بالشؤون الطلابية والأكاديمية، الأستاذ عمرو إيدين نائب العميد المكلف بالبحث العلمي والتعاون، سيد الكاتب العام، السيدات والسادة الأساتذة والإداريين المحترمين، الطلبة والطالبات، أيها الحضور الكريم.
بداية أتوجه بجزيل الشكر لكل الحاضرين من أساس دواء إلهي وطلبة على حضورهم لتعرف عن برنامج تعلم اللغة الكورية بمؤسستنا. فالوكالة الكورية للتعاون الدولي وكالة حكومية كورية تعمل تحت لواء وزارة الشؤون الخارجية لكوريا، تم إنشاؤها سنة 1991 بهدف مكافحة الفقر ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد فتحت أبوابها بالمغرب سنة 2001. ومن أكثر التخصصات طلبا بالمغرب التعليم الأولي، تعليم اللغة الكورية والتربية الفنية والإعلاميات، إضافة إلى الترويض الطبي والخياطة والتربية الموسيقية. والآن سأقدم مختصر من التقرير الذي قدمته بالرباط نيابة عن السيد عميد الكلية يوم الأربعاء 26 شتنبر 2018 بمناسبة اليوم الدراسي المنظم من طرف الوكالة الكورية للتعاون في دورته 11، وذلك بمشاركة كل المؤسسات المضيفة للمتطوعين الكوريين من كوريا الجنوبية، والذي أتيح لنا فيه المجال للتحدث عن برنامج تعلم اللغة الكورية بالمغرب عامة وبكلية الآداب والعلوم الإنسانية خاصة. العرض الذي قدمته باللغة العربية كان مصاحبا بترجمة إلى اللغة الإنجليزية قدمته الطالبة شيماء الطال، حيث تعاونت مع الطالبة إيمان السلامي في إنجاز الترجمة تحت إشراف الأستاذ المحترم هشام الفاطمي مشكوري. الطالبتين شيماء وإيمان مستفيدتين من دروس تعلم اللغة الكورية بالمؤسسة، وطالبتين بمسلك الدراسات الإنجليزية اقترحتا من طرف الكلية لمرافقتي لحضور اليوم الدراسي بالرباط. وأغتنم هذه الفرصة لأشكر ولي أمر الطالبة شيماء ووالدي الطالبة إيمان على الثقة الذي وضعوها في المؤسسة بصفة عامة وفي شخصي بصفة خاصة لتمثيل الكلية في اليوم الدراسي وإعطاء آرائهم وأفكارهم مع مختلف الطلبة من مختلف المؤسسات بالمغرب. إذن هنا صورة توثق حضوري مع الطالبتين في الرباط. إذن في إطار الاتفاقية التي تربط جامعة مولاي إسماعيل والوكالة الكورية للتعاون الدولي من كوريا الجنوبية، تم التحاق السيدة بارك خلال شهر أبريل من سنة 2017 لتعليم اللغة الكورية بالمغرب لفائدة طلبة الكلية، لكن لظروف خاصة غادرت السيدة بارك أرض الوطن بتاريخ 25 يوليو وتم تعويضها بمتطوع آخر ابتداء من نفس الشهر. إذن هنا صورة للناس اللي ما تعرفوش السيدة بارك. إذن تعرفت السيدة بارك على مرافق كلية الآداب من إدارة وخزانة وبنية تحتية، وانسجمت مع جميع المكونات من طاقم إداري وتربوي وطلابي، ومارست مهمة تدريس طيلة الموسم الدراسي 2017-2018 في ظروف جد جيدة مدعمة من طرف إدارة الكلية بكل ما تحتاجه من وسائل لوجستيكية من جهة، ومن طرف كويكا من جهة ثانية توفير الحاسوب على طابعة كتب ومعاجم. إذن صور توثق. إذن هنا الحاسوب الذي منح للسيدة بارك، المعاجم التي سيعتمدها الطلبة في تعلمهم للغة الكورية. وهنا سأعطي إحصائيات للطلبة المسجلين للموسم الجامعي. إذن بالنسبة للمرحلة الأولى من السنة الجامعية 2017-2018 تسجل حوالي 205 طالب وطالبة. أما في المرحلة الثانية فقد تسجل 30 طالبا، واستفادوا من هذه من شوال التخرج عفوا لنفس الموسم حوالي 60 طالب. انطلقت الدروس خلال المرحلة الأولى بتاريخ 9 أكتوبر، أما خلال المرحلة الثانية فانطلقت الدروس خلال شهر مارس. عملت المتطوعة بارك على التعريف باللغة الكورية كتابة ونطقا وبالثقافة الكورية من خلال ورشات عمل تعتمد مثلا على طريقة الأكل الكوري، اللباس الكوري، استعمال المروحات. أنشطة ستساهم حتما في إغناء الرصيد اللغوي والثقافي لطلبتنا كما تبين الصور. إذا الملصقات هنا، طريقة الأكل، إذا اللباس الكوري بطبيعة الحال. أغلبية الطلبة استفادوا من ارتداء الزي الكوري. هنا أثناء تأدية المهام السيدة بارك في القسم.
إذن من طبيعة الحال هذا مختصر من الدرس النموذجي والتقائنا بالكلية. وفي نهاية موسم جامعي منحت شوارع التخرج للمستفيدين من البرنامج في حفل أقيم بالمناسبة يوم 30 ماي 2018 برحاب الكلية. أشرف عليه كل من الأساتذة أو الأستاذ أحمد محمودي عميد الكلية والأستاذ نواب العميد الأستاذ عمرو إيدير وحسن المالوزي. إذا الصور توثق للحدث. كما منحت للسيدة بارك تذكر وشهادة تقديرية بمناسبة انتهاء مهامها برحاب الكلية تقديرا لمجهوداتها منذ التحاقها بالمؤسسة. إذا التذكار الذي سلم لها شهادة تقديرية. سأنتقل بكم إلى مختصر أعتذر مسجل كاملا. She wants to be announced as her.
بتاريخ 26 يونيو 2015 تم اتحاد التأهيل لجمعية الأدب الإسلامية كما قامت السيدة كيم مع السيدة نجوى بندا بزيارة تفقدية للأستاذ كيم بتاريخ 19 تنبيه 2018 حيث استقبلتا من طرف السيد عميد الكلية ووصل اجتماع سيد نائب عميد حيث تم تعميق النقاش في آفاق وسبل نجاح المهام المنوطة بالطرفين. إذن هنا أثناء اجتماع مع سيد نائب عميد الأستاذ حسن المانوزي. وقد انطلقت عملية تسجيل الطلبة الذين يودون الاستفادة من تعلم دروس اللغة الكورية بالكلية منذ يوم 10 شتنبر إلى غاية 21 مين، وتم تسجيل ما يزيد عن 100 طالب وطالبة. إذن قد انطلقت عملية تسجيل الطلبة الذين يودون الاستفادة من تعلم دروس اللغة الكورية في الفترة المحددة، وحتى تتمكن إدارة الكلية بالتنسيق مع الأستاذ كيم من وضع جدولة الحصص الدراسية للموسم الجامعي، ونظرا لكون مجموعه من الطلبه استفادوا من دروس تعلم اللغه الكوريه السنه الفارطه، سيعمل الاستاذ كيم على وضع استماره تقييم المعارف في اللغه الكوريه لكي يحدد المستويات. وبالتاريخ الاربعاء 26 شتنبر كان لنا موعد مع تتويج، نعم تتويج كليه الادب والعلوم الانسانيه بمكناس باحسن تنظيم، استضاف برنامج تعلم اللغه الكوريه من طرف الوكاله الكوريه للتعاون الدولي. هذا التتويج جاء كما شاهدتم في التقرير بعد سنه من الجد والاجتهاد وتقديم الاحسن للاستاذه بارك لتاديه مهمتها على احسن وجه، توجيه السديد لاداره الكليه في شخص عميدها ونائبيه المحترمين الاستاذ حسن المانوزي وعمر ايديل وكذلك السيد الكاتب العام. اذا الى كل من قدم الدعم المعنوي للاستاذه بارك من أساتذة وإداريين ومكلفين بالحراسة وطلبة ولو بابتسامة أو كلمة بالدارجة المغربية أضافتها إلى قاموسها اللغوي وساعدتها على التواصل طيلة فترة إقامتها بيننا. الشكر موصول إلى إدارة الوكالة الكورية للتعاون الدولي بالرباط على الثقة الذي وضعوها في كليتنا كأحسن مؤسسة منظمة لهذا التتويج. شكر خاص للسيد الحسن بيدار مشرف على مكتب السمع البصري والذي أنجز لي الفيديوهات التي قدمت في العرض والتي نالت إعجاب كل الحاضرين. كما تشاهدون سوف أعطي التقرير ومن بعد سأعطيكم مختصرا من الفيديوهات التي قدمت بالرباط. شرفتني المجموعة التي كنت أشتغل معها في إطار مجموعات والتي تمثل مؤسسات التعليم العالي بعرض جميع الصعوبات التي يجدها المتطوع أثناء تعيينه بالمغرب والمتمثلة إجمالا في السكن والأمن واللغة، وأيضا تمت مناقشة موضوع التداريب والمنح على صعيد كوريا الجنوبية الذي وكل الصعوبات التي يجدها المتطوع الكوري أثناء تأدية المهام. سأنتقل بكم إلى مختصر. إذا مختصر إذن هذا كان مختصر من المداخلة التي كلفت بتوصيلها. إذن سأقدم لكم الآن مختصر
من مداخلة أو لا بريزونطاسيون اللي قدمت في الرباط مع الطالبة شيماء مشكورة. إذا من طبيعة الحال العرض كان موثقا بالفيديوهات والصور. إذا هنا في إطار الاشتغال أثناء المداخلة، وهنا تجي لحظة التسويج، لأننا في الحقيقة لم نكن نتوقع أن تنال كليتنا أحسن تنظيم بعد مرور فقط عام من استضافة اللغة الكورية بمؤسستنا، لولا تضافر الجهود ودعم السيد نائب العامل والسادة نواب العامل المحترمين. إذا هنا أثناء السيدة كيم المسؤولة عن الوكالة الكورية تقديم تذكار رمزي مع باقة ورد، إذا هنا صورة تذكارية أخرى. وسأقدم عفوا الآن التذكار إلى السيد العامل لأنه هو المسؤول على الكلية وله الحق أن يحتفظ به. تحت الطلب. الحقيقة خصكم تتفقوا على فضل صراحة. العمل اللي كتقوم به الى جانب العمل ديال الاداري اللي هو معروف اللي هو المسؤول على سلك مصر، انها كتقوم بهذا العمل اللي هو عمل فعلا تطوعي، ولكن هو عمل يعني انه دخل في الدم اللي بغينا نقولوا. حنا بغينا نقولوا انها كتعيش هذه اللحظه على ان باغيه الطلبات ديال كليه الاداب انه يتعلموا اللغه الكوريه، وانها كتسافر الرباط وتجي وتلاقى مع المسؤول على كويكا، وانها فعلا انها الفضل كله في هذا النجاح ديال اللغه الكوريه في كليه الاداب كيرجع يعني كل تقريبا لفاطمه الزهراء، وحتى التروفي هذا حق راه خصو يتعطى لفاطمه الزهراء ماشي ليا. شكرا شكرا السيد العامل. في الحقيقه انا دفعت على الكليه ديالنا ودفعت على البرنامج ديال تعلم اللغه الكوريه، وطرحت مجموعه من الاشكالات، طرحت برنامج للناس اللي عندهم ذوي الاحتياجات الخاصه، الناس المعوزين عندهم صفحة، الوكالة عندهم صفحة في أونيفو ديال الفيسبوك، وتنتواصل معهم وشتهم أنهم داروا مجموعة من المشاريع التنموية وخصوصا الأقاليم الجنوبية النواحي ديال طاطا، وطرحت عليهم علاش ما غاديش يديروا لنا حتى حنا بحال هذه البادرة عندنا في الكلية، ولقى طلب استحسان كبير من طرف السيدة كيم، لأن أولا عجبها الحال حيت تنطلع على لاباج فيسبوك ديالهم، ثاني حاجة ممكن ان جميع المشاريع التنمويه اللي تخص الكليه انا ندرسوها مع الاستاذ كيم والسيد عامل الكليه، وان شاء الله غادي نحققوا الحاجه اللي يرضى عليها الجميع. اذا هذا هو التذكار تنقدمه للسيد العامل. إذن غادي ننتقلوا للمرحلة الثانية اللي هي دابا الاستمارة. كما تتعرف عندنا زيادة من 100 طالب، باش غادي يحدد الأستاذ بارك المستويات واش ديبيتون ولا نيفو أكسيليري، ضروري من واحد الاستمارة اللي غادي يوزعها عليكم وغادي تعمروها دابا بعناية، ومن طبيعة الحال اللي غادي يدفع الاستمارة غادي يكتب الاسم ديالو غادي يجي يوقع.
بإني راه كان حاضر صافي. إذا نتمنى لكم التوفيق. حسيت كيف غادي thank you.